الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في درسنا الأخير عن وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد ثقيف يعني أهل الطائف. وانتهينا عند إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا من أصحابه لتكسير الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الطائف. وقفنا عند ذلك لأن نتابع البحث الذي يليه، عنوانه تتابع الوفود، وفود العرب ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى. يقول علماء السيرة وفي مقدمتهم ابن إسحاق رحمه الله: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من غزو التبوك، وجاء وفد ثقيف وعادوا إلى الطائف مسلمين مؤمنين وقد حسن إسلامهم، ضربت إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود العرب من كل جهة وصوب، مقبلين إلى الإسلام، داخلين في دين الله عز وجل. ذلك لأن قبائل العرب كانت تنظر وتراقب، لما وجدت أن أقوى قبيلة وهي قبيلة قريش قد دخلت في دين الله سبحانه وتعالى طوعا، وأن قبيلة ثقيف قد تبعتها، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرم رسوله والمؤمنين بالنصر على الروم في غزو التبوك وغيرها، أدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقف في وجه نصر الله له أحد، ودخل الإيمان قلوبهم بعد أن كان قد دخل عقولهم، لكن الكبر كان قد حال بينهم وبين الاعتراف بما آمنت به عقولهم. الآن هيمن الإيمان على قلوبهم، أي على وجدانهم وعواطفهم، فأقبلوا من كل حدب وصوب، من نجد ومن أطراف نجد ومن جهة اليمن، أقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا. وكان هذا مصداق قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحقيقة علماء السيرة ذكروا قائمة طويلة لهذه الوفود التي جاءت تترى من شتى الجهات من قبائل العرب مؤمنين مسلمين. نعم، لكن لا يعني حاجة لنا الواقع إلى أن نذكر أسماء هذه الوفود
نعم وفدا إثر آخر. المهم أنهم جميعا جاءوا مؤمنين، جاءوا يعلنون عن دخولهم في دين الله عز وجل أفواجا. الآن نعود كعادتنا إلى دراسة هذا الذي ذكرناه بالأمس من قدوم وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من إقبال وفود العرب وقبائل العرب من شتى الجهات داخلين في دين الله عز وجل. ينبغي أيها الإخوة أن نذكر ذلك اليوم الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه متجها إلى الطائف يعلو وهادا وينزل في أودية ماشيا سيرا على قدميه إلى أن وصل إلى الطائف، وكان بين مكة أو بين المدينة المنورة بين مكة والطائف آنذاك ما لا يقل عن 80 كيلو، بين 80 و100 كيلو قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرا على قدميه، واستقبل بنقيض ما كان يتأمله، استقبل بالهزء والسخرية والطرد كما تعلمون. ها هم أولئك الذين طردوه وآذوه، ها هم اليوم يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين عن طواعية وعن رضا. نعم، ينبغي أن نتذكر أيها الإخوة يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة وقد علموا بخروجه. نعم، وطبعا المتوقع أن ينتقل من أذن إلى أذن شر منه، فقال له زيد آنذاك، زيد بن حارثة كان صاحب رسول الله في تلك الرحلة، قال له يا رسول الله كيف ندخلها الآن وقد بلغهم خروجنا إلى الطائف؟ فقال له رسول الله يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ها هو ذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت قبيلة ثقيف مؤمنة مسلمة، أقبل إليه المشركون من قريش مؤمنين مسلمين. نعم، جاءته الوفود من هنا وهناك، مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقوله لكم ينبغي أن نتذكره لأمر مهم جدا. طيب، ثم ينبغي أن نعلم أن بشرا من الناس تلقى هذا النوع من الأذى بدون موجب، من قبيلة ثقيف ومن غير قبيلة ثقيف، طرد، الحاق السفهاء والصبيان والأراذل به برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يرجمونه بالحجارة حتى أدموا أطراف من جسده الشريف. إنسان من الناس أيا كان، واحد منا لابد أن يضمر في قلبه الوعيد بالانتقام والثأر، شيء طبيعي. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضمر في نفسه شيئا من ذلك على الرغم من كل ذلك الإيذاء. ولما حاصر رسول الله الطائف بعد غزوة حنين كما قلنا قرابة 20 يوما، ولم يشأ الله عز وجل أن يفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم آنذاك، وقتل عدد من الصحابة بسهام المشركين آنذاك التي كانت تتمطر على أصحاب رسول الله، وأمرهم بالرجوع، قال أحد أصحابه له يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، فرفع يديه كما تذكرون قائلا اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. أريد
أن نتبين هذا الذي أقوله لكم مما سبق ذكره من فترة بعيدة ومما ذكرناه بالأمس، لكي نتساءل: أهذا شأن رجل من الناس ينطلق إلى من طلق إليه بدافع من رغبته، بدافع من مزاجه؟ يستحي. ما من عاقل من الناس إلا ويعلم أن هذا شأن الرسول، شأن من يتحرك بوحي من الله، شأن من يتحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، يأمره فيستجيب. نعم. هذا ما أريد أن نتبينه من خلال هذه المشاهد التي مرت بنا ونحن ندرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عبرة ينبغي أن نقف عندها. نعم. طيب، الآن نعود إلى ما قد ذكرناه لنأخذ منه الدروس، يعني المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نستفيدها من قدوم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفود الأخرى. أول الأحكام التي يهمنا أن نعلمها هو جواز إنزال المسلمين المشركين في المساجد. دل استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف، أقبلوا مشركين لم يقبلوا مسلمين، وإنما أعلنوا عن إسلامهم فيما بعد. أين استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استقبلهم في المسجد، أمر فبنيت لهم خيام بجوار المسجد، ثم إنهم كانوا يدخلون المسجد ليحاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحدثهم عن الإسلام وليستقبلوا وليعرضوا أسئلتهم عليه. أين؟ في المسجد. دل هذا على جواز إنزال المشرك في المسجد. قال العلماء فقهاء الشريعة الإسلامية، قالوا: هذا إذا رجونا إسلامه، إذا رجونا إسلام من أراد أن يدخل المسجد من المشركين، يعني إذا كنا يائسين من دخوله الإسلام ينبغي أن لا نأذن له بالدخول في المسجد. لكن ها هنا كلام، يعني من هم المشركون الذين نيأسوا من دخولهم الإسلام إذا رغبوا في أن يدخلوا مسجدا من المساجد؟ نعم، ثم يخرجوا. هل لنا أن نيأس من حال أي من المشركين أو حتى الملحدين فنقول لا، أما هؤلاء فيستحيل أن يدخلوا الإسلام؟ لا يتأتى لنا ذلك. نعم. ولما بصرنا ربنا سبحانه وتعالى بما بصرنا به من أناس كثيرين كانوا بالأمس شر الناس وأسوأ الناس من حيث الإيمان بالله عز وجل ومن حيث الإلحاد، وإذا بهم اليوم أصبحوا من أحسن الناس، عندما رأينا هذه الظاهرة لم يعد لنا مجال لليأس. لكن في حالة واحدة يمكن أن يتسرب اليأس إلى قلوبنا، عندما نجد هؤلاء المشركين أو الملاحدة الذين يريدون أن يدخلوا المسجد نرى مظاهر الاستخفاف بادية عليهم، مظاهر الاستهزاء بصلاتنا بعباداتنا، مظاهر الاستكبار والعتو بادية عليهم، لنا في هذه الحالة أن نيأس من دخولهم الإسلام، لأن المستكبر أيأسه ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا في الدرس الفائت من الهداية. في هذه الحالة نعم، ولعل هذا ما يعني
علماء الشريعة الإسلامية. لكن هناك شروط أخرى لدخول المشرك المسجد. الشرط الأول أن يؤذن له من قبل المسلمين بالدخول، يعني ما ينبغي أن يدخل المسجد عنوة، لا بد أن يدخل المسجد بإذن، لكن لا يشترط أن يكون الإذن صادرا من ولي أمر المسلمين. نعم، المسلمون كالشخص الواحد يجير عليهم أدناهم. لو أن امرأة مسلمة أذنت لإنسان مشرك بالدخول المسجد فله أن يدخل. نعم، وهكذا نعم أعلن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الأمر الشرط الثاني أن لا يكون هؤلاء المشركون قد تم الاتفاق بينهم وبين المسلمين يوم عقد الذمة، إن كانوا أهل الذمة، أن لا يدخلوا المسجد. إذا كان عند عقد الذمة بينهم وبين المسلمين اشترطت عليهم دولة الإسلامية أن يدخلوا، أن لا يدخلوا مساجدنا، انتهى الأمر، لا يدخل. ربما رأى ولي أمر المسلمين أن المصلحة تقتضي بالنسبة للبعض أن لا يدخلوا المسجد، إذا كان هذا الشيء موجود لا يدخلون المسجد. الشرط الثالث أن يكون دخول هؤلاء الناس لأمر لا يتناقض مع دين الله عز وجل. دخلوا لسماع موعظة، دخلوا لكي يتعرفوا على المساجد وليتعرفوا على كيفية العبادة، كيف يعبد المسلمون ربهم، كيف هي صلاتهم، هل هي مثل صلاة الآخرين أم كيف. نعم، أما لو أنهم دخلوا لأمر مخالف للشرع فلا يجوز إدخالهم إلى المسجد. تساءل الفقهاء عما لو كان دخول هؤلاء المشركين من أجل أكل، من أجل راحة. نعم، كانوا يجوبون في الأسواق فشعروا بالتعب فأرادوا أن يستريحوا فوجدوا خير وسيلة للدخول إلى المسجد. يقول الإمام النووي المقتضى أن لا يعني يمنعوا، يعني يرجح الإمام النووي أن لا يمنعوا إلا إذا تسبب عن دخولهم نعم تقدير للمسجد، أي إيذاء للمسجد، ففي هذه الحالة حتى إن كانوا مسلمين يمنعوا. إذا ثبت أن هذا هو حكم دخول المشركين، فدخول أهل الكتاب من نصارى واليهود يقاس عليهم من باب أولى، لأن المشرك أبعد عن المسلمين من أهل الكتاب. ولقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل وفدا من نصارى نجران بلغ عددهم 60 شخصا، استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة المنورة. نعم، هذا باختصار ما ينبغي أن نعلمه في هذا الأمر. وربما حل هذا الحكم مشكلة في عصرنا اليوم، فنحن نعلم أن كثيرا من السواح يأتون من أطراف العالم يزورون المساجد مثل مسجد بني أمية مثلا. نطبق هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء عليه، يعني عندما نجد أن نساء قد دخلن المسجد لكن بدون الستر الذي أمر به الله عز وجل لا يجوز، نقول إذا أردنا الدخول إلى المسجد ينبغي أن يدخلنه وقد احترمنا صاحب هذا البيت. نعم، حتى ولو لم تكن الواحدة منهن مؤمنة بالإسلام أو لا مؤمنة بالله عز وجل، دخولها
يقتضيها التأدب، والتأدب له مظاهر، لا يكفي التأدب بالباطن، ينبغي أن يكون لباسها متفقا مع ما يأمر به الشارع. ومن ثم فدخول هؤلاء السائحات بهذه الألبسة الفاضحة التي لا يقبلها الإسلام غير جائز، وينبغي أن يمنعنا. نعم. كذلك إذا دخل السواح المسجد ونظرنا فوجدنا أن دخولهم دخول بمظهر مما ذكرناه الآن، مظهر المستكبر، مظهر المختال، مظهر المستخف بصلوات المسلمين، عباداتهم، قراءاتهم، كذلك ينبغي أن يمنعوا. يعني نطبق هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء. نعم. هذه خلاصة هذا الحكم الأول، وقد أخذناه وفهمناه من استقبال المصطفى صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف في المسجد. نعم. هنالك بعض يعني الأشداء من الشباب المتحمسين الحمس اليوم لا يعرفون هذا الحكم، وإذا وجدوا شخصا غير مسلم قد دخل المسجد يظنون أن حرمات الله قد انتهكت، ويقومون بأعمال تثير الفتنة، وحصل هذا وحصل. هؤلاء بحاجة إلى أن يتبصروا بأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. الحكم آخر ذكره أيضا الفقهاء في مثل هذه المناسبة، ضرورة حسن معاملة الوفود والمستأمنين. من هم الوفود وما الفرق بينهم وبين المستأمنين؟ الوفود هم عبارة عن جماعة ترسلهم دولتهم، يعني يمثلون بلدة من البلاد، دولة من الدول، إذ يأتون إلينا. هؤلاء يسمون وفود، وفد جمعه وفود. أما المستأمن فهو الذي يأتي معبرا عن رغبته الشخصية، لا يكون ممثلا لغيره. نعم. أيا كان الوافد إلينا، مستأمن أو وفدا يمثل دولته، ينبغي أن نستقبلهم استقبالا حسنا، استقبالا يعبر عن خلق المسلم تجاه الآخرين. هذا مما لا أعلم خلافا فيه. وقد وقفنا بالأمس عند قول الله سبحانه وتعالى في حق المستأمن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني كم يعني تريد أن يوضح لنا مولانا وخالقنا يعني مبادئ حسن الاستقبال أكثر من هذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك، والآية نزلت في سياقها وسباقها دالة على أنها تتحدث عن الحربي، مشرك حربي رفع يديه يعلن استسلامه ورغبته، مو إسلامه، استسلامه ورغبته في الدخول إلى بلدتنا إلى دارنا، ينبغي أن نرحب به. دخل وتعرف على أوضاع البلد وحال المسلمين، تعرف على ما يريد أن يتعرف عليه، ثم أراد أن يخرج كما دخل، يعني دون أن يعلن إسلامه. ما الذي يجب علينا؟ نعم، لو أن شابا من هؤلاء الحمص اليوم سمع هذا الكلام ولم يقرأ هذه الآية، بل ربما يقرأها ولا يعلم معناها، يقول لا، دخل وعرف أسرارنا واطلع على عوارنا واطلع على أحوال البلد ويخرج، ما بيصير نقتله. لا، الباري عز وجل يقول: ثم أبلغه مأمنه، لا نتركه فقط، لعل يدا معتدية تسيء إليه، لا، ينبغي أن نوصله إلى المكان الذي
يطمئن فيه على حياته. إذن ينبغي حسن استقبال الوفود من غير المسلمين وحسن استقبال المستأمنين أيضا. ثالثا، من هو أحق الناس بالولاية عندما يريد رئيس الدولة أن يولي مسلما على بلده؟ اليوم يقال عنه محافظ، في بعض البلاد يقال عنه والي. نعم، من هو أحق الناس؟ أحق الناس بذلك أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وأكثرهم تمسكا بهما. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا هذا عندما انتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد ثقيف عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم سنا، وكانوا يتخذونه خادما مراقبا لأمتعتهم. لكن لما تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شديد الحرص على أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله لأصحابه، وأنه شديد الحرص على أن يضحي بساعات راحته في سبيل أن يجلس إلى رسول الله فيسمع منه ما قد قاله لهم، لما تبين للرسول الله حرصه الشديد هذا من أجل أن ينفذ ويطبق هذا الذي قد وعاه وسمعه من رسول الله، اختاره وليا على الطائف. نعم، أمره عليهم وكان من أصغرهم سنا. طبعا وافقوا على ذلك، لأن وفد ثقيف دخل مستكبرا وخرج مسلما وقد حسن إسلامه. نعم، هذا أيضا حكم ثالث. الحكم الرابع، وجوب هدم الأوثان والأصنام كيفما كانت وكيفما كانت علاقة الناس بها، يعني سواء كانت تعبد أو لم تكن تعبد، لا يجوز بقاؤها. كان في كما عرفنا في أوثان تعبد من دون الله في الطائف، وفاوض هؤلاء أهل ثقيف بعد أن دخلوا الإسلام رسول الله، يعني فلنتفق على أن تبقى هذه الأصنام للسنة، ريثما يترسخ الإسلام في قلوب أهل الطائف، يعني جماعتنا ما رح يعني يوافقوا على هدمها سنوات طويلة وهم يعبدونها، يرونها وهي تهدم أمام أبصارهم، يمكن تعمل عندهم هزة. فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤجل ذلك ولا شهر، فقالوا له طيب نحن لا يتأتى لنا أن ننفذ، فقال أنا أكفيكم ذلك، وأرسل رسول الله مغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد وبعض من أصحابه لينفذوا هذا الأمر. إذن علمنا أن الأوثان والأصنام ما ينبغي أن تبقى. إن عبدت من دون الله فسبب واضح، وإن لم تعبد من دون الله عز وجل فهي عرضة لأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن عرضة لأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فإن إقدام من أقدم على نعم نحتها وإخراجها بهذا الشكل إعلان منه، وإن كان إعلانا صامتا، بأنه يتحدى الله سبحانه وتعالى فيما خلق وأبدع. واضح هذا الكلام، لا سيما الأصنام هذه مجسدة ما فيها خلاف بشكل من الأشكال، بشرط أن تكون كاملة، يعني بحيث لو كانت حقيقة لعاشت، أما إذا كان الصنم هكذا هذا لو كان حقيقة لا يعيش. نعم، فالذي أقدم على هذا العمل يقول بلسان حاله أنا لو استطعت لاشتركت مع الله في خلق من خلق من الأناسي وبث الروح فيهم. لذلك هو بيتم بهنزه بيتم بجمله وبيعد وبيعمل، وكأن لسان حاله يقول أخ
ما بقي غير إني أنا بس في الحياة، يعني معنى ذلك أنه بده يتحدى رب العالمين، لا، أنت عبد، وعبودية الإنسان لله عز وجل ينبغي أن تكون جلية واضحة، وينبغي أن لا يناقضها في سلوك الإنسان شيء أبدا. نحن قد نقصر، العبد قد يقصر في جنب الله، والتقصير لا يتنافى مع مظاهر العبودية في كثير من الأحيان، لكن لابد من أن تتجلى حقيقة العبودية في كيان الإنسان لله، وأن لا يتصرف تصرفا يناقض هذه العبودية. للإنسان قد يبدع ما يشاء من الأمور المخترعة، لا إشكال، لأن الله لم يتحدنا فيها، لكن الباري عز وجل تحدى عباده في أن يخلقوا شيئا ذا روح. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، نعم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. لو واحد قال لا أنا هلا راح يعني اصنع ذبابي ودقق صنعها تماما وسأحاول أن أبث فيها الحياة، معنى ذلك أنه نسي عبوديته لله عز وجل. لا، تطامن وأعلن عن عبوديتك لله، حتى لو كنت مقصر رب العالمين بيغفر لي بيغفر لك. لكن لو أنك كنت من الطائعين ومن المتعبدين لكنك نسيت ذل عبوديتك لله سبحانه وتعالى وتصرفت بهذا التصرف، الأمر خطير جدا. نعم، هذا هو حكم الحكم الرابع. نعم، إذن هذه الأمور ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة فيما يتعلق بعلاقة المسلمين مع غيرهم، هي مهم جدا، يعني كيف نستقبلهم وكيف نتعامل معهم. الجهاد موجود، ولكن الجهاد ليس منطلقه حقدا يهيمن على القلب ضدهم، ليس عبارة عن بغضاء نعم تهيمن على القلوب ضد أشخاصهم، لكنه استجابة لأمر الله ودعوة إلى دين الله وتبصير بحدود الله سبحانه وتعالى بدافع من الرحمة والشفقة. واضح هذا الكلام؟ طيب، الآن مفروض أن نتجاوز الحديث عن الوفود التي كانت تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسا ننتقل إلى الحديث عن حجة الوداع. لكن هنالك وفد ينبغي أن نقف عنده، لأن له دلالة مهمة جدا جدا نحن بأمس الحاجة إليها، لا سيما في حياتنا المعاصرة اليوم. الوافد رجل فقط، ومع ذلك فالحديث عنه مهم. من هو؟ هو عدي بن حاتم رضي الله عنه. كان عدي بن حاتم نصرانيا، وهو ابن حاتم الجواد المشهور الذي كان العرب تتحدث عن جوده شعرا ونثرا، وكان رجلا شريفا في قومه، وكان ذا أبه ومكانه، وكان يأخذ من قومه وهو نصراني، هو ركوسي، كان يعني بين النصرانية والصابئة، كان يأخذ المرباع، المرباع يعني ربع ما يغنمه العرب في الحروب يكون ربعه لمن؟ لهذا السيد في قومه، لهذا الذي نعم يمجده نعم ويعظمه قومه، فكان يأخذ منهم المرباع، كان له شأن. لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم
ودعوته، كان هو في المدينة كره دعوته ورأى أن وجوده في المدينة سيزاحم مكانته ومجده وقيمته بين قومه، فرحل إلى بلاد الشام. كل واحد كان بده يهرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يسلم، يذهب لاجئا إلى بلاد الروم. هي الشام ما كانت بلاد الروم، هي مستعمرة من مستعمرات الروم كانت. نعم، عدي الآن هو الذي يتحدث عن نفسه، يقول: كرهت مكاني في بلاد الشام أشد من كراهتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لنفسي: لو أتيته فإن كان ملكا لن يخفى عليه، وإن كان نبيا آمنت به. نعم، وهكذا قرر عدي أن يأتي من الشام عائدا إلى المدينة المنورة بهذا الدافع. يعني هو رجل عنده فراسته وعنده قدرته وذكاؤه، ما راح يعني يخفى عليه إذا كان هذا الرجل جاي داعي ملك وعم يعمل حاله نبي. نعم، فخرجت حتى أتيت المدينة فدخلت مسجده وسلمت عليه، فقال لي: من الرجل؟ قلت: عدي ابن حاتم. فعمد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، خرج من المسجد ودار وأراد أن يدخل بيتا من بيت، مو بيت السيدة عائشة اللي بابه من المسجد، لا. نعم، قال: فاستوقفته في الطريق امرأة عجوز ضعيفة فوقف لها طويلا. قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك، ملك ويقف في الطريق لامرأة ضعيفة عجوز يعرض نفسه لمثل هذا الأمر؟ نعم. ثم أدخلني داره، وإذا بداره عبارة عن أرض حفراء متربة فيها حشية من محشوة بالليف، من جلد محشوة ليف، وليس في الأرض إلا تلك الحشية، يعني طراحة صغيرة. نعم، ومحشوة ليف، موت قطن أو صوف أو سفنج. نعم، فقذفها إلي وقال: اجلس عليها. قلت: لا، بل أنت فاجلس. فردها إلي وقال: بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على التراب. قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. نعم، طيب. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا عدي، يعني هات لنشوف. كلمة إيه باللغة العربية يعني هات لنشوف. قال: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع تأخذ منهم الربع؟ فإن هذا لم يكن جائزا في دينك، لا بدينك ولا بدين غيرك. قلت: نعم. ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله. نعم، فوالله، حاجة أهله يعني الفقر، فوالله ليوشكن أن يفيض فيهم المال حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسير الضعينة يعني المرأة من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت، لا تخفى، لا تخاف إلا الله، من القادسية إلى البيت إلى مكة يعني. ولعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. نعم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قريبا، يعني ستجد. قال: فأسلمت. يقول عدي: فرأيت الثنتين الضعينة، المرأة اللي بدها تجي من قادسية إلى مكة آمنة مطمئنة. نعم، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى المال،
ولسوف تأتين الثالثة، وأنا على يقين أن الثالثة أيضا ستأتي. لماذا آثرت؟ هو هذا وفد من الوفود، لكن آثرت أن نقف على قصة عدي هذا، وكيف كان سبيله، وكيف كانت رحلته التي انتهت به إلى الدخول في الإسلام. نقول كلمة ثم نحيل التفصيل إن شاء الله إلى الدرس القادم. الآن مما يقوله المتفلسفون والمتنطعون أن التقديس أمر يتنافى مع حرية الفكر، ومشكلة الإسلام التقديس الذي يقيد الفكر ضد الحرية. ما لازم يكون في عنا بالدين شيء اسمه تقديس المغيبات، هذا الكلام يقال. ماذا نقول نحن؟ نحن نقول بكلمة مختصرة: تقديس المسلم لحقائق الإسلام نتيجة رحلة على أرض الحرية والفكر الحر والبحث الحر، وكان التقديس نتيجة لهذه الحرية التي يمارسها الإنسان قبل أن يدخل الإسلام. عدي بن حاتم ما رأسا غمض عينه وقدس النبي عليه الصلاة والسلام، مارس حريته، ومن خلال الحرية بحث، لعله ملك، لعله كاذب، لعله كذا، لكن بحث ولم يجعل كبرياءه حاجزا بينه وبين النتائج. فلما سار عبر هذه الرحلة على أرض من الحرية مستعملا فكره ولمست هنالك قدسه ووصل إلى الحقيقة، هل ينبغي أن تقدس الحقيقة أم لا؟ بل ينبغي أن تقدس الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة عندئذ تقدس بأمر من الفكر الحر. أما الإنسان الذي أغمض عينيه عن إدراك الحقائق، لا هو يرحل إليها كرحلة عدي بن حاتم وأمثاله، ولا هو إذا وصل إليها يريد أن يعترف بها. في الواقع أن هذا هو الذي يقيد نفسه ضد الحرية، هو الذي يحرم نفسه من حرية الفكر وحرية النظر. نعم، من أجل أن نعلم أن المسلمين الذين دخلوا الإسلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغمضوا أعينهم ويفتحوها رأسا على التقديس، لا، ساروا وبحثوا وافترضوا الفروض الكثيرة والكثيرة، وتجاوبوا مع حرياتهم الفكرية، ولكنهم أخيرا أيقنوا بأن محمدا رسول الله. الإنسان عندئذ لازم يقدس الحق، ومن لم يقدس الحق فلا شك أنه يقدس الباطل. أيهما نقدس، الحق أم الباطل؟ لابد. هلا هدول اللي ما بيريدون يؤمنوا بالله عز وجل لأنه ما بنريد نقدس التقديس يسيء إلى حريتنا، إن الواقع شو عم يساووا؟ يقدسون الباطل أيما تقديس. موعدنا في شرح هذا الكلام وتفصيل القول فيه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيتهم عنهم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا في شفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك، نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين. أعطنا نحن أيضا يا رب ما يرضينا، أنت قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسألك بهاتين السورتين الضحى والانشراح
أن تعطينا ما يرضينا كما أعطيت لرسولك ما يرضيه. نحن من أمته يا رسول يا رب العالمين، نحن من أمة الاستجابة يا رب العالمين، أعطنا اللهم نحن أيضا ما يرضينا. استجب دعاءنا في هذه الساعة يا رب، نحن ننتظر كرمك، ننتظر رزقك الهابط إلينا من سماء كرمك ورحمتك. يا ذا الجلال والإكرام، أعيننا ترقب المزيد من الرزق يهمي إلينا من سمائك يا رب. نحن عطاش ننتظر مزيدا من السقيا تكرمنا بها يا رب العالمين. لا تحرمنا يا رب، لا تحرمنا من كرمك يا ذا الجلال والإكرام. نحن عبيدك الأرقاء، نحن الشحاذون الواقفون على بابك يا رب. إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن طردتنا أو استبقيتنا، لا محيد لنا عن بابك، لا انصراف لنا عن جنابك. سنظل إلى أن نلقاك ملتصقين بأعتاب كرمك وجودك، ننتظر فرجك، ننتظر كرمك وعطائك يا رب العالمين. هذا شأن العبد، ولا بد أن نغذي عبوديتنا باحتياجنا إليك، بإعلاننا الحاجة إلى كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الضراعة إليك مرتجفة ذليلة، نسألك اللطف بنا، نسألك الرحمة لنا يا ذا الجلال والإكرام. ارحم عبادك، أكرمهم يا رب العالمين، اسقنا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، فرحنا يا ذا الجلال والإكرام بمزيد من عطائك، بمزيد من كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها يا رب. هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لفضلك، لكرمك، وجودك، ومنحك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. آمين 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 آمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.